اللي بيخلي نعم توجهاته ومؤشره تبع للرأي العام مش بيخسر أبدا. وبالتالي الناس كانت الدعم لحاجة بتقول نقلنا توجه الدولة المصرية ممثلة في الرئيس الجمهورية للرأي العام والشارع بقى كله كتلة واحدة. كتلة واحدة ما هي دي الحقيقة اللي حصلت. يعني هنا يعني موقف رئيس الجمهورية الحقيقة منذ اللحظة الأولى. أصل بص سيناء دي يعني لو بصينا أو القوات المسلحة هتلاقي كل بيت يا في حد أدى الخدمة العسكرية يا شهيد يا جريح يا ابن بتاع. هتلاقي الجيش المصري كده يعني لو تصورنا رسمنا له صورة للجيش المصري هتلاقي شكله ملامحه هي ملامح الشعب المصري. يعني لو حطينا الصورتين هطلعوا صورة طبق الأصل. الجيش ده فيه أبناء العمال وأبناء الفلاحين وأبناء الموظفين وأبناء الأغنياء وأبناء الفقراء كتلة واحدة يعني منصهرة مع بعضها بتساوي في الآخر شكل الشعب المصري. فده جيش لا بتاع شيع ولا بتاع أحزاب. الجيش المصري عنده سياسة من زمان أنه لا يرفع سلاحه إلا في وجه أعداء الشعب المصري. يعني لو سمع هذا الموقف أقول لك مثلا مواقف تاريخية. الملك فاروق وهو مغادر مصر جه محمد نجيب بيقول له إيه؟ بيقول له يا جلالة الملك إحنا وقفنا معاك سنة 42 أما دبابات الإنجليز حاصرت القصر لأن الشعب المصري كان يريد ذلك. واليوم إحنا بنقول لك سيب مصر لأن الشعب المصري يريد ذلك. فده هنا الجيش ضابط إشاراته ضابط مقته على ما يريده الشعب المصري. أحداث 2011 إحنا شفنا يعني انهارت الدول يوم أن انهارت جيوشها وصمدت مصر لأن جيشها ظل صامدا يدافع عنها ويدافع عن مؤسساتها حاولوا المجموعات إياها يخلقوا وقيعة ما بين الجيش وما بين الشعب. يقول لك إيه المجلس العسكري مش هو الجيش لا دول واحدة واحدة وعلى قلب رجل واحد حاولوا يفصلوا بالاثنين حاولوا يفصلوا بعض الهتافات البذيئة لغرض خبيث طبعا بعض الهتافات الخبيثة اللي كانت ضد الجيش ارتدت إلى صدورهم لأن الناس في الآخر كانوا أنت كنت بتشوف الدبابة بتنزل بتلاقي الأطفال الصغيرين على الدبابات وشايلين العلم وظباط شايلين يعني وبيضحكوا. دي الوحدة وهذا جيش هو الشعب. هذا هو الجيش الـ ودايما نقول ده جيش الشعب مش جيش حد وعلى قمته رئيس جاي اتربى في هذه المؤسسه وابن هذه المؤسسه وحافظ عن ظهر قلب تاريخها وممارساتها وبطولاتها وبيعبر عنها. ايه الرساله التي تخرج من هنا من العاصمه السعوديه الرياض من القمه العربيه الاسلاميه للعالم للكيان الصهيوني للغرب للدول اللي هي الكلب مكيالين فيما يتعلق بمسألة اللي كانوا دايما يقول لك حقوق الإنسان وغير ودينا شفنا موقفهم ايه؟ أتمنى أيوة أن تصدر قرارات شديدة الوضوح. المرحلة الأولى بتاعتها يعني وقف الحرب المجنونة إدخال المساعدات للشعب بشكل أكبر الفلسطيني بالشكل اللي بيريده الشعب الفلسطيني. ويعني الدول العربية عندها إمكانيات أن تعوض هذا الشعب المعاناة. طبعا الدماء ملهاش تمن والدماء لن تغسلها المساعدات. دماء الشعب الفلسطيني في القاهرة حتى لو جبت كل لكن على الأقل تنقذ الناس اللي عايشة هيبقى في موقف عربي صامد وقوي بوقف هذه الحرب المجنونة وقف المجازر وإيصال المعاناة. بعد كده بقى يبقى في موقف عربي أكثر قوة لوضع الآليات الفلسطينية كحل دولتين على مائدة الحوار. القضية الفلسطينية دي دخلت غرفة الإنعاش. تضحيات الشعب الفلسطيني الأخيرة أعادت طرح القضية من جديد ورغم الألم ورغم المعاناة ورغم الظروف الصعبة لكن لازم يبقى عندنا نوع من التفاؤل إن شاء الله هيبقى في ضوء في نهاية هذا النفق المظلم في دولة الضوء اللي هو دولة فلسطينية مستقلة. شوف 70 سنة 75 سنة إسرائيل بتعمل مذابح وبتدفن مقابر جماعية وبتاع. هل ماتت القضية الفلسطينية؟ حينما تنظر الى بعض الصور طفل فلسطيني صغير يرتدي تيشيرت وشورت واقف كده بمنتهى القوة والشجاعة امام عسكري اسرائيلي مدجج يتحدى يقول له دي ارضي دي المستقبل. فاسرائيل اذا كانت دولة عاقلة وانا اشك في ذلك عليها ان تحقن الدماء لانها تاخد سنوات طويلة جدا
حتى تعالج آثار الكراهية اللي في نفوس الأطفال حينما طفل صغير يرى أمه وأخوه وشقيقه وقريبه يقتل بهذه الطريقة الغير إنسانية. عارف العالم كله حقيقة الإعلام الغرب والدول الغربية وأكاذيبهم، وعارف يعني إيه إن هم بيدعموا القاتل على حساب الضحية. بالضبط كده، الإعلام الغربي زي ما بقول إنه نجح في تسويق هذه الوحشية. أيوة. أمام الشعوب الغربية وأمام الرؤساء الغربيين. نعم. في صورة إنسانية، في صورة دفاع عن نفسه، دي صورة كاذبة، لأن يمكن مؤسسات الإعلام الضخمة في العالم بيسيطر عليها اليهود. نعم. فنجحوا في تسويق هذه الوحشية وهذه الهمجية، وبنلاقي رؤساء الغرب كلهم بيتكلموا لغة واحدة عن الدفاع الشرعي عن النفس. نعم. الدفاع الشرعي عن قاتل ومجرم. نعم. وإرهابي. نعم. ونازي. نعم. وتطهير عرقي والكلام. نعم. ده بينما وإبادة جماعية. إبادة. إبادة جماعية. نعم. بينما لا أحد يتحدث عن فكرة طب الشعب اللي جواه ده. نعم. أليس له الحق في الحياة؟ نعم. فيعني دي الصورة المعكوسة، لكن الإعلام العربي. نعم. والإعلام المصري في القلب. نعم. نجح في الفترة الأخيرة إنه يسوق الصورة الحقيقية، وبنشوف المظاهرات دلوقتي موجودة في كل العواصم، بنلاقي مواقف الرؤساء الغربيين بدأت تتغير. نعم. يعني نعم. بدأ بايدن يتكلم. نعم. عن الدولتين. نعم. الرئيس الفرنسي النهاردة. نعم. بيتكلم عن ضرورة وقف إطلاق النار وبقوة. وبقوة. نعم. رغم كان الأول داعم. داعم. الأسبوع الأولاني كانوا داعمين. والرئيس بايدن. نعم. وزير الخارجية. نعم. الأمريكي دلوقتي. نعم. من وحشية إسرائيل بدأ السحر ينقلب على الساحر، وإن شاء الله يعني عندنا أمل إن هذه القضية تجد طريقها إلى الحل، وهذه بس في البداية الرؤية المصرية بوقف هذه الحرب الوحشية المجنونة وإدخال المساعدات، ثم إعادة طرح الملفات، وإحنا على ثقة عندنا دولة وعندنا رئيس يستطيع أن يدافع عن القضية العربية، لأن فلسطين قضية مصر أولا وقضية العرب ثانيا. إحنا في المواجهة. في المواجهة. آه. وفي الجوار. في دول بتتكلم على بعد 5000 كيلو وإحنا اللي جنبهم. يعني أنا عايز أقول. نعم. إن مثلا القمة النهاردة هتحضر. نعم. فيها بعض الدول. نعم. الإسلامية زي. نعم. إيران وباكستان وأفغانستان وتركيا وتركيا. نعم. وغيرها. نعم. يعني هتدخل في إطار أن يكون البيان الصادر عن القمة فيها عبارات لجذب تعاطف الجماهير. نعم. عبارات حماسية. هي الجماهير متعاطفة والجماهير مولحة. فأنتم لستم في حاجة إلى مخاطبة الجماهير، الدور عليكم بقى. عليكم أنتم. إن تكون هذه القرارات مواقف. مواقف. مظبوط. ومسؤوليات. وإحنا مش طالبين الحد الأقصى، يعني محدش دلوقتي هيقول إيه نستخدم سلاح البترول. نعم. ولا المقاطعة ولا ولا ولا. نعم. ولا ده الحد الأقصى يعني نعم. الزمن والتركيبة وظروف كل دولة والمجتمع الدولي لن يسمح باستخدام هذه الأسلحة، لكن على الأقل يبقى في موقف حازم، وقف المجازر، إدخال المساعدات، وضع القضية من جديد على مائدة الحوار. شرفتني. شكرا. شكرا جزيلا.